عليكم وهذا الحين مبارك سعيد. تفضلوا معنا. عملي ما خصكش تخليه بلا تعطيش الماكله ولا تعطيش الماء. الصباح ان شاء الله تذبحه وما تجي تشوف الامور كي غادر. الامور هذا تسلخين ان شاء الله وهو غادي ان شاء الله. ومعنا العميم مشاو اللي علمنا هو، الله يرحم ليه الوالدين. العميم اللي علمنا الحرفه هو، والحمد لله حنا غادي. هادي اللي ما غسلهاش كتحس بيه ما كيعرفش يغسل الفوات، كيغسلش الفوات. هادي هي المهمه، المحاط شي كله ما عندكش شي صوب. هادي هي المهمه، كتبقاي ديري لها بحال هكا انت كتخويها حتى هي فيها الطبقه. شتيها فيها من الطبقه، كتبقاي تغسليها بحال هاد الطبقه وهاد الطبقه وهاد الطبقه حتى ما يبقى فيها والو. احسن اجواء هي نهار العيد، الناس كيتجمعوا والحباب كيتجمعوا، صله الرحم كتكون. الدور ديالي العيد انا كنتكلف بالفخار وكنتكلف بالبلفاف، طبق رئيسي ديال الاسره المغربيه ديال المغرب كامل، اللي الشحمه والبلفاف ديال النهار ديال العيد. وصافي كنتكلف بالسخره اللي كنبقى دائما مني للدار، مني السخره، وكنخلي هما العائله كيتكلفوا. اطباق نهار العيد كنديروا اول نهار كنشويو الكبده كما الناس معروفين كاع المغاربه كيشويو. نهار الاول كيشويو الكبده، نهار الثاني كنديروا في الليل كنديروا التقليه، الغد ليه، من بعد كنديروا الفخد ولا الكتف.